اليوم بهذه الزيارة للإدارة الجوية لولاية واكشوط العربية، وهي بداية سلسلة أعمال ميدانية لا يقوم بها على مستوى ولاية واكشوط، والأساسي منها هو الحث على العمل الجاد والصرامة تطبيق القانون، يسوى كانت الوضعية شنهي. ونشكر الشرطة على الدور الهام اللي قايمة به في أمننا كاملين، وطالب الناس على أن نتعاون معه في مكافحة الجريمة والحفاظ على اطمئنان المجتمع كامل والبلد.